أول من أرضع الرسول الكريم بعد ولادته مباشرة هي أمه آمنة بنت وهب لعدة أيام، ثم أثبت أن ثويبة الجارية التي أعتقها أبو لهب فرحا بولادته أرضعت النبي مع ابنها مسروح، إلا أن النبي لم يتقبلها إلى أن وصلت حليمة السعدية وهي التي أرضعت النبي حتى اكتملت فترة رضاعته. حليمة السعدية هي حليمة بنت أبي ذؤيب المعروف بعبد الله بن الحارث بن سعد بن بكر، وهي زوجة الحارث بن عبد العزة. ترجع أصولها إلى قبيلة هوازن، إحدى القبائل التي تقيم في الطائف، وقدمت لمكة المكرمة هي ومجموعة من النساء ليقوموا بإرضاع الأطفال. وكانت هذه عادة أهل مكة، يبعثون المواليد للبادية ليتموا الرضاعة ويجيدوا اللغة العربية. فالبادية فيها صفاء للذهن ولغة سليمة لا تشوبها شائبة. ولا يمكن أن نتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم دون الحديث عن حياته وكراماته مع مرضعته حليمة السعدية. حليمة السعدية التي رأت من الكرامات من أول ساعة التقت بالرسول الكريم، هذا المولود الذي رفضن نساء الطائف أخذه لأنه يتيم الأب. وحليمة لم تجد طفلا تأخذه وتعود به إلى البادية لترضعه إلا هذا اليتيم، فقبلت به. تقول حليمة السعدية عن هذا الموقف: خرجت مع نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة، وخرجنا في سنة فيها من القحط ما فيها لم تبقي لنا شيئا، وكان معي زوجي الحارث، وكان معنا شارفة أي ناقة كبيرة عجوز جف حليبها، ووالله لم تعطينا قطرة من لبن، وكان معي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، وما في ثدي ما يشربه، ولا في ناقتنا ما نحلبه. ولما قدمنا مكة لم تبقى منا امرأة إلا وعرض عليها هذا الولد اليتيم، وتقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، فأبيناه كلنا لأنه يتيم الأب، ولم تبقى معي امرأة إلا وأخذت صبيا إلا أنا، فكرهت أن أرجع ولم أخذ شيئا، فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك وأخذنه، فأخذته ورجعت به إلى رحلي. وقال لي زوجي: وقد أخذته؟ فقلت: نعم والله، ذاك أني لم أجد غيره. فقال: قد أصبت، عسى الله أن يجعل به خيرا. فقالت السعدية: والله ما هو إلا وجعلته في حجري حتى أقبل على ثدي بما شاء من اللبن حتى روي، وقام أخوه أي ابنها حتى روي. وعندما شارف الليل قام زوجي على الناقة وحلبها فشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، فبتنا أول ليلة ومعنا الصبي اليتيم ونحن بخير كبير، وقد نام صبياننا مرويين من الحليب. فقال زوجي الحارث: والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة. نعم، إنها نسمة مباركة، وأي نسمة أعظم من أن يكون النبي معكم في رحلتكم إلى دياركم.